او ممكن يروح الزمالك، صحة الكلام ده ايه؟ عماد نسب جاي الزمالك امتى؟ لا يعني هو كابتن شوبير في الراديو خبر جاله، خبر بيقول ان عماد متعب ممكن يروح الزمالك، او في ناس كلموه من الزمالك، صحة الكلام ده يا ست المصري؟ لا بص، مفيش حد يكلمه الزمالك. لكن لو عماد متعب عنده رغبة يجي الزمالك، أيوة. لاعب موهوب، لاعب فنان، لاعب لسه قدامه 3-4 سنين علشان يخلص اللي عنده. تمام، يعني لو عماد متعب نفسه لديه الرغبة انه يجي الزمالك، حضرتك تتمنى ده؟ لاعب عارف هيبقى زي جمال عبد الحميد بالظبط، فاكر جمال؟ تمام، كان الاهلي سابه، كان عماد راجل.